السلام عليكم كيفكم يا خامس اليوم رح نبدأ بالدرس الخامس للوحدة الثانية وهو الدرس الأخير في الوحدة اللي هو القيمة العددية لتعابير جبري في متغير واحد اليوم هدفنا في هذا الدرس إنه نكتب تعابير جبرية جدا بسيطة وبتكون بمتغير واحد فقط يعني سين لحاله صاد لحاله كاف لحاله عين لحاله هيك بما معناه انه شو يعني متغير واحد وكمان نحسب قيمتها بالتعويض اللي هي القيمة العددية تمام رح ابدأ في المسألة الموجودة في بداية الدرس ورح نوضح شو شو قصدنا في شو معنى التعبير الجبري ورح نتعلم مع بعض كمان شو معنى اني اوجد القيمة العددية طبعا الدرس اللي قبله تعلمنا شو هو المتغير وعرفنا نعبر عن حكينا انه المتغير هو قيمة أو قيمة مجهولة أنا ما بعرف شو هي مثل عدد الصناديق إذا متذكرين عدد صناديق اللي بعبي فيها البرتقال طيب خلينا نشوف المسألة الموجودة في بداية الدرس لحتى نعرف عن شو عم نحكي أضاف سامر دينار واحد إلى حصالته التي تحوى مبلغا من المال أجب عما يأتي لاحظوا هون هي في عنا صورة الحصالة وأضاف لها دينار طبعا الحصالة أنا ما بعرف شو فيها اوكي فبدي اعبر عن المبلغ الموجود داخل الحصاله قبل اضافه الدينار المبلغ مجهول يعني انت بتيجي بتحط فلوس بالحصاله بس انت فعليا ما بتكون عم تحسب قد عم بتحط فالمبلغ الموجود داخل الحصاله رح يكون مبلغ غير معروف او مجهول بنرمز له بالرمز س فقبل ما اضيف الدينار رح يكون المبلغ بعبر عنه بالمتغير س هلا عبر عن المبلغ الكلي بعد اضافه الدينار تمام، إذا كان المبلغ الموجود داخل الحصالة سين، طيب بعد ما أضيف له الدينار شو بصير؟ سين زائد واحد زائد الدينار. هلا ثلاثة إذا كان داخل الحصالة تسعة وأربعين دينار قبل إضافة الدينار، فكم يصبح المبلغ الكلي بعد إضافة الدينار؟ جداً سهلة، إذا أصلاً كان تسعة وأربعين بدي أضيف لهم دينار راح يصير خمسين دينار فلاحظ هون هو اصلا عطاك قديش المبلغ اللي داخل الحصالة يعني ما خلاه مجهول تمام هاي تحت الاجابة بالضبط المبلغ الموجود داخل الحصالة غير معروف ويرمز له بالرمز سين واصبح المبلغ الكلي سين زائد واحد ويسمى هذا التعبير جبري التعبير الجبري هلا رح نحكي عنه كتعريف ورح نوضحه أكتر تمام وبوضع العدد تسعة وأربعين مكان الرمز يصبح المبلغ الكلي سين زائد واحد لو تسعة وأربعين زائد واحد ويساوي 50 دينار وهي بتسمى القيمة العددية رح نتوصل لهون لتعريف التعبير الجبري وهو أعداد ومتغيرات تربطها عملية واحدة على الأقل أعداد ارجعوا يطلعوا لي هون شو الأعداد هي عنا واحد هذا عدد متغيرات المتغيرات سين مثلا تربطها عمليه واحد على الاقل شو اللي ربط السين والواحد مع بعض اه عمليه حسابيه وهي الجمع تمام فهذا هو تعريف التعبير الجبري هلا نوصل للقيمه العدديه القيمه العدديه يا خامس هو قيمه التعبير الجبري عند تعويض عددا ما بدلا من المتغير يعني المتغير بطل مجهول صار له قيمه فلما اجي اعوض هاي القيمه راح اوجد القيمه العدديه ولاحظوا انه القيمه العدديه هلا كمان شو ان شاء الله بس ناخذ امثله اكثر من هيك رح نكتشف انه القيمه العدديه بس اجي بدي احسبها بدي اراعي اولويات العمليات تمام رح نبدا هلا بالمثال رقم واحد جد القيمه العدديه للتعبير الجبري 3 س ناقص 2 عندما س تساوي سبعة، لاحظ إنه التعبير الجبري إذا متذكرين بالدرس اللي قبل كنت أجي أكتب لكم تلاتة ضرب سين بعدين أكتب تلاتة سين، فكنت أحكي لكم إنه العملية الحسابية اللي بين الثلاثة والسين هي عملية ضرب، فلاحظوا هي عملية ضرب. أنا بدي أكون عارفيتها حتى لو مش مكتوبة، فلاحظوا إنه إذا كان في عنا متغير وثابت دائما وفيش اشي مكتوب بيناتهم بتكون العملية الحسابية اللي ما بينهم عملية شو؟ ضرب. خلينا نكتب لكم اياها عشان تتابعوا معنا وتكتبوا هذا الحكي معي ناقص اثنين اذا طرح اثنين هذا هو التعبير الجبري متغيرات و وأعداد بتربطها عملية عمليات حسابية عملية واحدة على الأقل يعني أقل إشي عملية أو أكثر فلاحظوا هون عنا عمليتين حسابيتين الطرح والضرب نبدأ كيف الحل رح يكون؟ التعبير الجبري هو 3 س ناقص 2 هلا حكينا انه القيمه العدديه بدي اشيل قيمه بدي اشيل المتغير وبدي احط القيمه اللي هو اعطاني اياها لاحظوا شو اعطاك اعطاك س تساوي سبعة تمام فانت شو بتعمل بتشيل س وبتحط بدالها سبعة نرجع نعيد ثلاثة والسين بينهم عملية ضرب فاذا ثلاثة ضرب سبعة ناقص اثنين ويساوي واحد وعشرين اللي هي الضرب بعدين الطرح فاذا واحد وعشرين ناقص اثنين ويساوي تسعة عشر فانت هون مع مراعاة مع مراعاة أولويات العمليات الحسابية ولو نرجع نتذكر مع بعض أولويات العمليات الحسابية الأولوية أول إشي للضرب والقسمة بعدين الجمع والطرح وقبليهم هدول كلهم ما ننسى الأقواس إذا وجدت تمام وطبعا يا يا خامس آه... بدكم بدي أوصل لكم شغلة كمان إنه القيمة العددية أنا ما بقدر أوجدها إلا إذا أعطاني قيمة لسين، يعني أنا ما مش ممكن أجيب لك, أجيب لك جد القيمة العددية للتعبير الجبري وأسكت، لأ لازم أعطيك قيمة لسين مشان تقدر أنت تعوضها وتوجد القيمة العددية. تعالوا نشوف مع بعض السؤال الأول، إذا كانت ص تساوي تسعة، فجد القيمة العددية لكل تعبير جبري مما يأتي، لاحظوا راح أحلّه معاكم على ورقة وأنتوا بدكم تتبعوا معي، إذا هذا هو احنا بالسؤال الأول صفحة واحد وتسعين تمام؟ حكينا صاد تساوي تسعة ألف صاد زائد واحد وخمسين هذا أول تعبير جبري ب اتنين صاد زائد أربعة وجيم آخر إشي اللي هو خمسة وتلاتين ناقص ص، نبدا ألف بدل ص بدي أحط تسعة، إذا بدل ص أحط تسعة، تسعة زائد واحد وخمسين، اجمعوا يا خامس، تسعة زائد واحد وخمسين، ستين، خلصنا، فهاي هي القيمة العددية، نشوف ب با. باء ص زائد أربعة، نرجع نعيد، شو العملية الحسابية اللي بين اتنين والصاد؟ ضرب فاذا 2 ضرب 9 زائد 4 حطيت أقواس أو ما حطيت ما بتفرق لأنه أنتم عارفين إنه أول إشي عملية الضرب بعدين الجمع إذا لما أضرب 2 في 9 18 زائد 4 هلا شو بدي أعمل؟ بدي أجمع 18 زائد 4 22 هيك بكون خلصت من ب نبدأ في جيم خمسة وتلاتين ناقص ص يعني خمسة وتلاتين ناقص ضرب تسعة، لأنه العملية الحسابية بين التلات والصاد ضرب، فإذا حتصير ويساوي خمسة وتلاتين ناقص ضرب تسعة سبعة هلأ خمسة وتلاتين ناقص سبعة طبعا لأي بأي طريقة بتحبوها اطرحوها بس انتو بتقدروا تحطوا تعملوا عمودية خامس ما ننسى هاي الطريقة فاذا خمسة ضرب عفوا خمسة ناقص سبعة لا يجوز هاي بتصير اتنين هاي خمستاش تمانية صفر فاذا الناتج تمانية واضح هيك من هو خلصنا السؤال الأول واللي هو لاحظوا فيه صاد تساوي تسعة لثلاث تعابير جبرية مختلفة بثلاث قيم مختلفة يعني طلع عندي هون القيمة العددية غير عن هاي غير عن هاي ليش؟ لأنه التعبير الجبري اختلف ولأنه الأعداد الموجودة في التعبير الجبرية مختلفة تماما هلأ خلينا نكمل مع بعض المثال رقم اثنين يريد نادن رياضي ثقافي عمل حفل خيري لتمويل مشروعاته إذا كان تبرع الفرد للنادي في هذا الحفل معطى بالتعبير الجبري 2 س زائد 5 حيث س تمثل عددا عدد التذاكر التي يشتريها الافراد بالدينار وكان رسم الدخول 5 دنانير ما القيمه العدديه لتبرع احمد اذا اشترى 7 تذاكر لاحظوا انا بحكي لكم انه هو بيعبر عن بيعبر عن تبرع الفرد للنادي بتعبير جبري مش قيمة عددية عبر عنه بتعبير جبري تمام حيث أن سين تمثل عدد التذاكر هذا التعبير جبري داخله سين هاي سين شو بتعبر عن عدد التذاكر وكان رسم دخول خمس دنانير هلا ما القيمة العددية تبرع أحمد إذا اشترى سبع تذاكر هاي السبع تذاكر السبع هاي بدل مين بدل سين يا خامس تمام فإذا لاحظوا ما المبلغ الذي سيجمع في حال بيعت 76 تذكرة؟ فأنا شو بروح بعمل؟ بحكي واحد القيمة العددية لتبرع أحمد بدل سين بدي أحط سبعة، فلما بحكي 2 ضرب 7 زائد 5، ف 2 ضرب 7 14 زائد 5 يساوي 19 دينار، هذا بالنسبة لواحد، أما المبلغ الذي سيجمع تعالوا نشوف 2 ضرب 76 هي بدل سين وزائد 5 152 زائد 5 يساوي 157 وخمسين دينار فلاحظوا السؤالين بيحكوا لنفس الاشي المبلغ اللي بدي اجمعه هو نفس القيمة العددية للتعبير الجبري ما اختلف لانه بالنهاية رح يطلع معي بالدينار وهلأ رح نبدأ بالسؤال الثاني ياخد نايف مبلغ 15 دينار اجت تركيب السخان الشمسي الواحد مضاف اليها اربع دنانير ثمن وجبة غداء في اليوم تمام فبدي اكتب التعبير الجبري اللي بيمثل ما بيحصل عليه نايف يوميا في حال ركب صاد سخانا هون لما شوفوا لما كتب لي بالسؤال صاد سخانه معناها صاد عدد السخانات اللي رح يركبها وهي صاد يعني اختار المتغير اللي بدنا نستخدمه او رمز المتغير فلاحظوا اذا انا ركبت سخان رح احصل على 15 دينار اذا اثنين 30 فاحنا شو عم نعمل عم نضرب 15 ضرب عدد السخانات ف15 ضرب صاد بدي ازيد عليه اربع دنانير شو هدول وجبة غداء لليوم فهي 15 ضرب ص زائد أربعة هلا عم يسألني ما المبلغ الذي يحصل عليه نايف إذا ركب ثلاث سخانات شمسية في اليوم تعالوا نشوف الإجابة السؤال طبعا هيك كتبت لكم السؤال وصفحة 92 احنا في باء إذا ركب ثلاث سخانات معناها ص تساوي ثلاثة فمعناها رح أوجد القيمة العددية للتعبير الجبري اللي هو مش احنا عنا التعبير 15 ص زائد أربعة، هبدأ أوجد القيمة العددية إذا كانت ص بتساوي ثلاث فرح أكتب 15 ضرب ثلاث زائد أربعة، 15 ضرب ثلاث بتاخدوا ال 15 وضروها بثلاث على جنب، تلاتة في خمسة، 15 باليد واحد، تلاتة في واحد، ثلاث زائد واحد، أربعة، فبطلع خمسة وأربعين زائد أربعة، إذا بضرب بعدين بجمع، خمسة وأربعين زائد أربعة، تسعة وأربعين دينار هاد اللي راح يحصل المبلغ اللي رح يحصل عليه في حال ركب ثلاث سخانات رح ياخذ اربع دنانير وجبه غداء. هلا بدنا نحل جيم حسب حسبت سلمى المبلغ الذي تقاضاه نايف بعد تركيب اربع سخانات فوجده 64 دينار ما رايك في ذلك؟ هلا بدنا نتاكد لو هو ركب اربع سخانات رح ياخذ 64 يعني لو عوضنا محل صاد أربعة رح نحصل على أربعة دينار أجرة شغله خلينا نشوف مع بعض هلا هاي جيم رح أحللكم ياها هون تمام هاي التعبير الجبري أصلا إحنا كاتبينه 15 عشر صاد زائد أربعة رح أعوض بدل الصاد أربعة مشان نتأكد نشوف فعلا بطلع معه هاد المبلغ ولا لا زائد أربعة الأولوية أول شيء للضرب بعدين الجمع 15 ضرب أربعة ضربوها هيك على جنب أربعة في خمسة عشرين أربعة في واحد أربعة واثنين ستين فإذا حتطلع هون عملية الضرب ستين زائد أربعة هلأ بجمع أربعة وستين دينار إذا الإجابة شو مالها؟ الإجابة صحيحة إذا ما رأيك في ذلك الإجابة صحيحة تعالوا نشوف المسألة اللي ضلت علينا في نهاية الدرس تتبع النمط الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه طلعوا لي على النمط الشكل الاول عباره عن خمس كرات الشكل الثاني عباره عن ثمان كرات وعدوهم يا خامس الشكل الثالث عباره عن 11 كره كره فبناء عليه النمط رح يكون 5 8 11 تمام انا من الخمسة للثمانية شو عم بعمل عم بزيد ثلاث من الثمانية للاحداش عم بزيد كمان ثلاث فلاحظوا قاعدة النمط زيادة العدد ثلاث لكل شكل طيب ما عدد الكرات في الشكلين الرابع والخامس بناء على درس الأنماط العددية أنا عم بزيد كل مرة ثلاث فالشكل الرابع رح يكون 14 كرة الشكل الخامس رح يكون عبارة عن 17 كرة إذا بزيادة كل مرة ثلاث طيب ما رقم الشكل الذي يحوي 23 كرة شو بدي اعمل بدي اضل ازيد 3 3 3 لحد ما اوصل ل 23 وانتم لاحظوا هون هاي 17 زيدوها 3 20 فاذا الشكل السادس 20 طب زيدوها كمان 3 الشكل السابع راح يكون 23 فهذا ايش راح يكون رقم الشكل السابع الشكل السابع اكتب التعبير الجبري الذي يمثل عدد الكرات في كل شكل ما عدد الكرات في الشكل رقم 20 في, في شكل رقم عشرين يعني بدي امشي لسه شوفوا انا هون خمسة وستة وسبعة وصلت لسه بدي اكمل لعشرين شكل تمام فهون خلينا نشوف شو بدنا نعمل لاحظوا انه انا مشيت جاوبتكم بناء على درس النمط طب تعالوا نجاوب بناء على التعبير الجبري اول خطوة لازم افهم المسألة ما عدد الكرات في الشكل الاول ما عدد الكرات في الشكل الثاني وما عدد الكرات في الشكل الثالث وهنا كتبناهم سوا بعدين فهمنا كيف عرفنا او كيف وصلنا ل عدد الكرات هاي بناء على درس النمط هلا حاط لكم اخطط اخطط يعني بدي اكون جدول بدي اخطط للحل اعرف كيف بدي اوصل للتعبير الجبري هلا الجدول اللي كونناه عباره عن شو رح يكون عباره عن الشكل وعدد الكرات والتبرير اخذناه قبل هاي المره لما كنا قاعدين عم نتعلم عن النمط لما كنا نحكي عن الانماط الهندسيه فلاحظوا احنا عم نربط الدروس ببعض فهذا الشكل الاول عباره عن خمس كرات الشكل الثاني ثمان كرات الثالث 11 هلا بدنا نكمل بناء على النمط انا كل مره عم بزيد ثلاث فهدول بقدر ازيد ثلاث 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 لحد ما اوصل للشكل السابع 23 طيب التبرير التبرير بالملاحظة أنا لاحظت إنه أنا ثلاثة زائد خمسة إيه عفوا ضرب صفر زائد خمسة تلات ضرب صفر هو صفر زائد خمسة خمسة فخمس كرات طلعت لي تمام بالملاحظة اللي بعده 3 ضرب 1 زائد 5 هون انتم شوفوا عم شو عم تعملوا التبرير الاول عم يربط لكم الشكل بعدد الكرات تمام فانا كبدايه كنقطه بدايه انا بالصفر بعدين شو عملت زدت ثلاث كرات فزدت ثلاث طب الثلاث بدها در... تصير ثلاث ضلها ثلاث بضربها بواحد طب هون كيف بدها تصير عمرتين بضربها باثنين، يعني بزيد يعني عند الشكل الثالث ما عم بتزيد تلات مرة واحدة على أول على البداية، لا عم بتزيد الثلاث على مرتين، فأنت عم تضرب ثلاث في اثنين، ثلاث في اثنين ستة زائد خمسة اللي هي 11 كرة. فنفس الشيء لأربعة، أربعة راح تزيد على الكرات الموجودة في الأصل ثلاث مرات، يعني ثلاثة وثلاثة وثلاث، لحد ما وصلت لشو؟ 14 فثلاث ضرب ثلاث اللي هم 9، 9 زائد 5 اللي هي 14. اللي بعده 3 ضرب 4 يساوي 12 زائد 5 اللي هي 17، نفس الطريقة بنفس الطريقة، طب لو كان يا جماعة الشكل سين، يعني لو أنا اعتبرت إنه الشكل هو المتغير سين، يعني أنا ما بديش أضلني أمشي هيك، لا، بدي أعطيك سين وبعدين أبلش أعطيك أي شكل اللي بيخطر على بالي وبدي على قاعدة معينة وأطلع الشكل، طيب إذا بنلاحظ الشكل السادس مثلاً بيكون هون خمسة الشكل الخامس أربعة الشكل الرابع ثلاث طب شو عم بيساوي كأنه عم بيكتب سين ناقص واحد بضربها بالثلاث بجمع لها خمسة فحتكون هاي القاعدة قاعدة النمط أو التبرير الرياضي الأول اللي بعبر عنه بتعبير جبري شو التعبير الجبري إنه سين عندك هي المجهول الشكل هو المجهول تمام فهذا حيكون التبرير الأول بالنسبة للتبرير الثاني 3 ضرب 1 اللي هو 3 زائد 2 يساوي 5 فهذا عدد الكرات هذا هو التبرير الثاني هون شو عمل هون ربط لك اه الشكل رقم الشكل في زيادة الثلاث كل مرة وجمع 2 يعني هو لاحظ أنه أنا فعلياً اللي, اللي عم بيصير هو جدول الثلاث وجدول الثلاث نفسه عم بيزيد عليه 2 فلاحظ 3 ضرب 1 3 زائد 2 5 3 ضرب 2 ستة زائد اتنين تمانية تلات ضرب تلات تسعة زائد اتنين واتنين هاي ثابتة لاحظتوا هي ايش 11 طيب تلات ضرب اربعة اتناش زائد اتنين اربعة وهكذا فوصلنا للقاعدة تلات ضرب سين زائد تنين لاحظوا هذا التبرير الاول والتبرير الثاني اتنين صح خامس اتنين حل هذا السؤال هلا بناء عليه رح نجاوب الف وباء وجيم ودال ورح نتحقق بناء على كتابة نمط عددي كل مرة زيادة رح تكون في ثابتة واللي هي ثلاث، ألف باو وجيم ودال عليكم والتحقق اتطلعوا لي عليه وكملوا لي الأخر ثلاث حدود وبضل عليكم يا خامس تمارين ومسائل واجب وان شاء الله رح نكمل النقاش على جروب الواتساب موفقين، وهينا كتبناهم سوا، بعدين فهمنا كيف عرفنا أو كيف وصلنا لعدد الكرات هاي بناء على درس النمط، هلا حاطلكم لكم اخطط اخطط يعني بدي اكون جدول بدي اخطط للحل اعرف كيف بدي اوصل للتعبير الجبري هلا الجدول اللي كونناه عباره عن شو رح يكون عباره عن الشكل وعدد الكرات والتبرير اخذناه قبل هاي المره لما كنا قاعدين عم نتعلم عن النمط لما كنا نحكي عن الانماط الهندسيه فلاحظوا احنا عم نربط الدروس ببعض فهذا الشكل الاول عبارة عن خمس كرات الشكل الثاني ثمان كرات الثالث احداش هلأ بدنا نكمل بناء عن النمط انا كل مرة عم بزيد ثلاث فهدول بقدر ازيد ثلاث 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 لحد ما اوصل للشكل السابع ثلاث وعشرين طيب التبرير التبرير بالملاحظة انا لاحظت انه انا ثلاثة زائد خمسة ايه ثلاثة عفوا ضرب صفر زائد خمسة ثلاث ضرب صفر هو صفر زائد خمسة خمسة فخمس كرات طلعت لي. تمام بالملاحظة اللي بعده 3 ضرب 1 زائد 5 هون انتم شوفوا عم شو عم تعملوا التبرير الاول عم يربط لكم الشكل بعدد الكرات تمام فانا كبدايه كنقطه بدايه انا بالصفر بعدين شو عملت زدت ثلاث كرات فزدت ثلاث طب الثلاث ضرب در... بدها تصير ثلاث تضلها ثلاث بضربها بواحد طب هون كيف بدها تصير عمرتين بضربها باثنين، يعني بزيد يعني عند الشكل الثالث ما عم بتزيد ثلاث مره واحده على اول على البدايه، لا عم بتزيد الثلاث على مرتين، فانت عم تضرب ثلاث في اثنين، ثلاث في اثنين سته زائد خمسه اللي هي 11 كره. فنفس الشيء لاربعه، اربعه راح تزيد على الكرات الموجوده في الاصل ثلاث مرات، يعني ثلاثه وثلاثه وثلاث، لحد ما وصلت شو ل فثلاث ضرب ثلاث اللي هم 9، 9 زائد 5، اللي هي 14. اللي بعده 3 ضرب 4 يساوي 12 زائد 5 اللي هي 17، نفس الطريقة بنفس الطريقة، طب لو كان يا جماعة الشكل سين، يعني م. لو أنا اعتبرت إنه الشكل هو المتغير سين، يعني أنا ما بديش أضلني أمشي هيك، لا، بدي أعطيك سين وبعدين أبلش أعطيك أي شكل بيخطر على بالي، وبدي أمشي على قاعدة معينة وأطلع الشكل، طيب إذا بنلاحظ الشكل السادس مثلاً بيكون هون خمسة الشكل الخامس أربعة الشكل الرابع ثلاث طب شو عم بيساوي كأنه عم بيكتب سين ناقص واحد بضربها بالثلاث بجمع لها خمسة فحتكون هاي القاعدة قاعدة النمط أو التبرير الرياضي الأول اللي بعبر عنه بتعبير جبري شو التعبير الجبري إنه سين عندك هي المجهول الشكل هو المجهول تمام فهذا حيكون التبرير الأول بالنسبة للتبرير الثاني ثلاث ضرب واحد تمام فهذا حيكون التبرير الاول بالنسبه للتبرير الثاني 3 ضرب 1 اللي هو 3 زائد 2 يساوي 5 فهذا عدد الكرات هذا هو التبرير الثاني هون شو عمل هون ربط لك الشكل رقم الشكل في زياده الثلاث كل مره وجمع اثنين يعني هو لاحظ انه انا فعليا اللي, اللي عم بيصير هو جدول الثلاث وجدول الثلاث نفسه عم بيزيد عليه اثنين

حل هذا السؤال هلا بناء عليه رح نجاوب ألف وباء وجيم ودال ورح نتحقق بناء على كتابة نمط عددي كل مرة زيادة رح تكون في ثابتة واللي هي ثلاث ألف باء وجيم ودال عليكم والتحقق اطلعوا لي عليه وكملوا لي الآخر ثلاث حدود وبضل عليكم يا خامس تمارين ومسائل واجب وإن شاء الله رح نكمل النقاش على جروب الواتساب موفقين